يعني يأخذها البعض على مثل هذه القرارات. هو طبعا وارد هذا التخمين وهذا التحليل وارد، وبنبقى نحن في وجه الكارثه، لانه الان محمد حميتي بيختطف المشهد كله، بيختطف المسرح كله، وبينشئ هذه القوه، جزء منه عشان يحمي نفسه فعلا، وجزء منه عشان يثبت الامر الواقع في انه عنده قوات على الارض موجوده ومقننه بـ 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 بالقرار اللي هو اصدره. لكن بتبقى الاختلالات وين؟ انه اول شيء اذا اعتبرنا انه دوله ودولة مؤسسات، أجهزة الشرطة اللي بتتحرك، يعني الآن القرار ده بيلغي دور البرهان كقائد عام للقوات المسلحة وكقائد عام للقوات النظامية، ده نمرة واحد. نمرة اثنين بيلغي وزارة الداخلية. نمرة ثلاثة بيلغي وزارة الدفاع. نمرة أربعة بيلغي سلطات الولايات. الولاية ولاية الخرطوم دي ما عندها والي، إذا في أي تدهور أمني هو المسؤول، وطبعا الوالي له فترة طويلة جدا غايب، لا بيطلع للإعلام ولا مع تكاثف هذه الأزمات ومع تكاثرها، هو الآن ما مختفي تماما، وكانوا جهة ما نصحته في إنه يختفي تماما عن المشهد وعن التصريحات وعن كده. لا لكن ما كان ظاهر في يوم 3 يونيو يعني. لا دي سلطة الولايات. انت بتتكلم عن نظام فيدرالي، نظام لا مركزي، نظام بتاع ولايات، ادي الولايات سلطاتها. اهم قيمه للولايات دي انها هي بتحفظ الامن، لكن يجي بقرار مركزي. وانت تنصح، طيب انت لما تنصح الولايات تقول لها شكل باقي قوات، انت ولايه الخرطوم دي بقى ولايه، ايش معنى انت تشكل لها قوات في ولايه الخرطوم وبقيه الولايات دار تنصح الولايه انهم، ودي الفوضى بتاعت دي الفوضى بتاعت القرار اللي مشت في الاتجاه ده. والمساله دي بتزيد الصدع ما بين البرهان وما بين الدعم السريع، ما بين حميتي وما بين قوى الحرية والتغيير وما بين لجان المقاومة، لأنه الآن يا أخ أويس منذ يومين بدأت عملية اعتقالات ضخمة جدا وسط الناشطين في لجان المقاومة، ووسط ما يسمى بحراس التروس، ووسط ما يسمى بالناس اللي الأيام دي بيسيروا المواكب وبيطالبوا بإسقاط الحكومة، وكأنه الفعل ده كله موجه من ناحية تثبيت واقع أمر الدعم السريع على الأرض، ومن ناحية أخرى محاولة تقليل ووسط عملية التحريض على المظاهرات هذه الأيام. نعم.